السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موقع gpt.h2o.ai بيديك قدرة إن أنت تتفاعل مع 6 نماذج من الذكاء الاصطناعي مفتوحين المصدر في نفس الوقت. يعني أي سؤال هتكتبه وتدوس إنتر يبدأ يبعته ال6 محركات أو 6 نماذج بتوع الذكاء الاصطناعي وتلاقي الإجابة. طبعا الإجابة بتكون مختلفة من حاجة لحاجة بالشكل ده. فدي ميزه جميله جدا ان انت بسهوله وكل دول مفتوحين المصدر عم تشوف منهم اني احسن اداء وتبدا ان انت تحمل النموذج دوت وتبدا ان انت تخليه تعتمد عليه في الشغل بتاعك تبرمجه انت بقى بالمعلومات اللي انت عايزها وتقدر ان انت تقوله في اي وقت ستوب او ريدو او اندو او سيف زي ما انت عايز. تقدر تشوف الدوكيومنتيشن الموجودة شات هيستوري تقدر تعمل اكسبورت تقدر تشوف المودلز اللي موجودة السيستم الابتدائية وهكذا. فان شاء الله يعني الاوبن سورس هو الاساس يعني تقدر ان انت تعتمد عليه في الشغل بتاعك.